Aldılar elinden bu gelini, saramadım narin ince elini. Kim silecek gözlerimin selini, dağlar yüce dağlar, derdin nece dağlar, yol ver kurban olur yârim geçe dağlar. Dağlar yüce dağlar, derdin nece dağlar, yol ver kurban olur yârim geçe dağlar. Hey, لازم يشتغل بعد التعب كله يا جماعة. فحصتي مضخة المازوت؟ ما دخل مضخة المازوت، هذا عمره خلاص. اسمك عم تشتغلي وتشتغلي، زيتي هالعزقات بطريقك. هذا التعب كله على الفاضي، ما بيمشي الحال، هاي الخرطة خلص عمرها. ما زالكم فهمانين؟ حدا ينزل يصلح محلي. إلك شغلة؟ بعد ما نقطف المحصول على خير، وقتها رح أخطفك. لكن بدي أخطفك. لوين بدي أخطفك؟ لوقتها بقلك. مبسوط ومرتاح والله. بتحب جيب لك قهوة؟ والله هي خطيبتي. ايه بلا لعي ونزال، يلا خلصني. خلينا نشاهل بهالشغل اليوم، يلا بقى. الله يسترنا من النسوان الأوائل، والله يعين عمار. ايه والله اشتغل مثل الليرة. يا عم والله اشتغل. اي والله شاطرة هدوم. الله يسلم بالله. الله يرفع عليك والله. حلال عليك يا جواهر. تفضلوا على الغداء شباب. يلا شرف شرف. رضياني علي. الله يوفقك ويحميك يا حبيبي. ما لحقنا نشوفك بالاجازه منيح. امي حاج تبكي. بس اتصل لقطعتك خبرنا امي. لا تشغل بالنا عليك. حاضر سيدي. يا عمري. خلص يا مرا خلص، الولد هيك رح يتاخر. يلا بابا. بعدين الا القليل. ها ايه، ست اشهر على الضبط، بيمضوا بسرعه ان شاء الله. الله يسمع منا ان شاء الله. شو هالتنهيده ولك عمار؟ ما بتعرف ليش؟ ايه انا اللي بعرف ليش تنهد هيك. مو بس انت بتعرف يا فهمان، الدنيا كلها بتعرف. بس يرجع اخوك بخير وسلامه، منقوم بالواجب واكثر. وحبيبي جندي بالجيش، قديش بحبه قديش. حبيبي جندي بالجيش، قديش بحبه قديش. اوف حبيبي جندي بالجيش. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. تسلم يا رب. يلا بخاطركم. الله معك. مع السلامة. الله يسهل. مع السلامة ان شاء الله. بابا انا برا. ماشي بابا.
حاضر. الله معك. الله معك. الله يسلمك. مع السلامة. تسلم. كرمال الله لا تعلق معه أخي. تعلم شلون تسوق منيح. كأنك صاير شرطي مرور وأنا ما عندي علم. بلال أخي قلت لك لا تعصب. روح على قطعتك بلا ما تتعاقب. اسمعوا له هالحكي مو مشانك بس شفقان على الحلوة اللي ناطرتك. قلت لك اتركه لك عيد اتركه. معلش خليني شوف شو بيطلع بإيده. لك حقير. هدي حالك. خلاص يلا بلا ما تتأخروا على الباص. يلا ابني خلاص بعد عن جواهر وبحذرك وانا رح فرجيك شلون. يلا ابني يلا. لا بتستحي من الناس ولا بتخاف على مكانتك. الله موجود يا بلال. الله يجازيك. على شو عم تتفرجوا؟ شكرك كوز عواز. تعال يا ولد جيب لي فنجان قهوة وكتر السكر. خلي عينك علي بلال حاطط جواهر بباله. ايه ولا يهمك اخي عيني رح تبقى عليه. على مين عينك ولا؟ عبلال ولا اخت بلال؟ اخت بلال. ايه اخت بلال مريم. ما في هيك شي. منين هالحكي؟ لا تكذب ولا مبيني اخذ عقلك. وانت منين عرفت؟ لا نسيان اني اخوك. شو عم تراقبني بالاقمار الصناعيه؟ دير بالك من بلال حقير كتير بلا ما يساوي لك مشاكل. لا تاكل همي. ايمانك قليل. الحمد لله لحقتكم. اجيت على الوقت ما هي؟ ايه اجيتي على الوقت. صار بامانتك يا جواهر. الامان بالله. يلا مع السلامة يا اخي. تسلم. وانت خليك صح. وانت دير بالك. ان شاء الله يا عيد. يلا حبيبي منغمض عينه منفتحها منلاقي ست شهور مرق وخلاص. أول ما برجع دغري على بيتك وبطلب إيدك من أبوك. إيه والله عطاني ولا ما عطاني منخطف ومنتزوج. قال شو روح اهرب واط بالسكنة. شلون بدي يتحمل أنا؟ هذا مو عدل يا. حتى تتصرح وترجع بدون مشاكل. اتفقنا؟ ولا يهمك رح ارجع مثل ما رحت. اذا ما بترجع بخرب بيتك. ها يضرب حظي. يلا وصل الباص. خد هاد. تفضل على الباص لو سمحت.
ولك انت شو عم تعمل هون؟ ناطر هالوش الحلو. يلا يلا نقلع من وشي. ليش معصبة هيك؟ جاي اقول لك مثل ما ودعتي تلاقي. خلصنا، لا بقول لك ولا بتقلي. دخيل الله. ايه دخيل الله. لك ما في احلى من المرأة وقت اللي بتعصب. لا تمد ايدك علي، فهمت؟ لك تعلم لك، وقفي لعلمك شو؟ بدك تضلي عم تنطري عمر طول حياتك ولك؟ ها؟ اوعك تحكي شي على عمر. ولك شو راح يعمل لك هالعمر هاد؟ أنا بعيشك بنعيم، ولك أنا أحسن لك، أحسن لك يا خبيرة. حقي خلتني. أنت بس قولي إيه، أنت. ولك مجنونة، ولك مجنونة شو عم تساوي؟ ولك مجنونة. خرب بيتك من حالك، كسرت المرسيدس. كسرتي يا مجرمة، ولك ليش؟ ليش يا جواهر؟ لك لا وقفي، ولك وقفي لعندي عم تعصر السيارة. الله لا يبارك لك، قلت لك خلاص وقفي. ولك بكفي الشبابيك خلاص. الله لا يبارك لك يا جواهر، أنا ما بيطلع مني إيدي عليك، افهميني بقى جواهر. جواهر وقفي بقى عم قل لك خلاص بقى. لك يا متجوز سنتين، الله لا يشبعك. كل نسوان الدنيا مع نسواني ما بيسوى ضفر رجلك يا جواهر. خلص عليك ها، لك الكلب لما بيتقلق من باب ما بيرجع له. اضرب من الكلاب انت يا آغا. ولك نزل الصور يلا. بس عيد عينه علينا. لا تخاف انت، مين رح يعرف؟ ليش بسموه عيد يجني على الفاضي؟ لك تضرب شو جبان. ماشي بس انا ما دخلني. يلا بسم الله. بسم الله. عم ننزل بورنا ولا؟ معك حق، استغفر الله. شبك انت وياه؟ شو عم تساوي ولا؟ نحن ما عم نساوي شي، كنا عم نبعت ايميل. إيميل على موقع البورنو ما؟ قديش عمرك أنت وياه؟ استنوا. نزلوا على الضيعة هلا وحطوا القسائم بمحل حكمة يلا. ماشي أخي، تكرم عينك. ما رح تقول لأبي مو هيك أخي؟ روحوا لا، اركض. تفضلي جواهر. شكرا. في شي خبر من عمر؟ لا والله لسه. كتيبة عمر بشمال العراق يا شيخنا، ومن شهرين ما سمعنا شي منه، خايفين عليه كتير. لا تفكر بشغلات مو منيحة يا معلم دينار. عم حاول يا شيخنا، بس المذابح والانفجارات. أنا مقدر وضعك صدقني. أنا بعرف شو بدك تقلي، توكل على الله. بعرف هالشي يا شيخنا، بس كيف؟ قلي شو بدي أعمل. آخ يا شيخنا، أنا رايح بخاطرك. مع السلامة.
أوف أوف. خير يا أغا؟ منزوع مرأي كتير، عقلي وبالي مع عمر. ليش أغا؟ بيقول لك كل أولاد هالوطن عم يفدوا الأرض ويروحوا شهداء كرماله. كلهم هيك؟ معناته عمر شو بينقص عنهم؟ قال لي دخيلك يا رب تجعل الشهادة من نصيب عبدك عمر وتقبله بجناتك الخلد من دون سؤال يا ربي. شو الدعاء يا بلال أغا؟ هذا الدعاء الكبير. لا ما انه هيك أبدا. ليش؟ كأنك شايف انه الجنة ما خرج عمر شيخي؟ ما أحسن ما يموت بغريق أو حريق أو تدعسه سيارة مرسيدس حمراء؟ الله عز وجل لا يقبل إلا دعاء عباده الصادقين والطاهرين يا أغا. لا تتعب حالك على الفاضي بالدعاء. والله ما عاد فهمت على هالبشر. غريب، ما عم افهم عليهم منو. كل الناس بدها الجنة وما بدها تموت من شأنها. شلون هاي حزورة؟ اخ يا ريتنا جوزنا جواهر العمر قبل ما يروح على الجيش، كانت نسدت على هالكلب المسعور الاغا. فكرت بهالشي، بس بتعرف كم واحد رجع على الضيعة؟ كم شهيد رجع التابوت؟ كم عروس حضن التابوت خشب بدل العريس؟ فكرت بهالشي؟ يجي عمر بخير وسلام من الجيش و... ليش عم يلبس؟ ايش بيعرفني؟ كأنه رح يصير عريس. لا تحكي هيك انت مريم؟ وين رايح الآغا؟ شو بيعرفني؟ ليكي ليكي شوفي كيف عم يتهندس. ويتهندس ستي كأنكم ميتين عليه. يا ستي هي بس بدها أخوين إلعم البيت. لا بالله ما عم تقدروا تخلوه بالبيت ورح تحطوها بظهري كمان. نيمتوهن للولاد؟ ايه اه ناموا. عال انا الليلة رح اتأخر لا تنطروني. يبعت له علي ما بيصير يلبس لي انا هيك شي يوم. الك انت بس؟ يعني قصدي نحن التنتين طبعا. أهلا وسهلا ببلال أغا. أهلا وسهلا فيك يا عم حسين. فوت تفضل لا تضل واقف. منتفضل. تفضل زي فضلك. هذا شو جابه لهون؟ ليش ما بتعرفي شو جابه؟
نواطي قليل الشرف. أكيد دري إنه ما في خبر من عمر. أنت بتعرفيه منيح يا بنتي. ما في أوطى منه. هيك لكان. هالواطي حابب جواهر ورايدة وجاي يدق على بابا. يا ربي شي رسالة يا عمر، شي خبر؟ رح انزل ساوينهم شي فنجان قهوة. خالتي ما بدي أبي يتأمل أبدا بهالواطي. لو ما وصل خبر من عمر بألف سنة لا يتأمل بشي بنوم. جواهر ما عم تفهم علي، قلت بجي وبحكي معك عمي حسين. أنا بدي أكتب كتاب رسمي عليها، بدي ثبته بالمحكمة. ونسوانك اللي بالبيت يا بلال آغا بدك تقلعهم كمان؟ لا والله يا أختي، أنا رجال بخاف الله، بخاف من الله وقلبي رهيف كتير. لا تسمع اللي بيحكوا عني بالضيعة. ما أخذتهم وانت دايف فيهم. بهداك الوقت كنا شباب جهال، عيوننا مو شايفة، هلأ صارت تشوف منيح. تجيك حمى لعيونك. بتمنى توافقوا ونصير عيلة كبيرة، البنت بترتاح وانتو كمان. جواهر كانت طفلة لما جبناها وابوها امني عليها. ولا تنسى البنت عين على عمر ابن المعلم دينار. هذا نصيب يا اختي، اليوم بيندق بابكم بكره ما بيندق. وقتها شو بتساوي؟ وضعكم صعب ووراكم عر اولاد بدكم تامنوهم، وين رح تلاقوا صهر احسن مني انا؟ يلا يا عمر بعد خبر بقى. يا ربي ساعدنا. امتى رح نتجوز يا عيد؟ والله طالما عندك هالاخ صعب شوي. طيب اسمع لك، لو تجوا تطلبوني ايه بلكي بيوافق. مين؟ بلال آغا؟ وعنده اللي بده اياها؟ طيب شو نعمل؟ بس يجي اخي من العسكرية ويتجوز جواهر. بالله شو؟ اذا تجوز وما بقى تحلم فيني. عيد يعني عم قول بركي رجع اخوك عمر وبرد قلبه من جواهر وبطل. ايه يعني بلكي جواهر بترضى باخي الاغا. الله لا يقدر. ايه لكن هيك بدك. لك شو صار لك؟ لا ولا شي يا عيد. لكن ليش هيك انتي؟ أخوك إذا تجوز جواهر أكلناها يا زكي. سلمون. صحتين وهنا. ألو بابا كيفك؟ أنا عمر. عمر؟ إيه ابني؟ الحمد لله رب العالمين. وين أراضيك يا ولد؟ رجعت من شمال العراق. جاي بإذن الله. شوفي أمي أخوك عم يحكي. عمر قرب خد هاي أخوك حكي. ألو عيد كيفك؟ أنا راجع. ها مو مطول. خبرها لجواهر. يومين بالكتير. بخبرها بكرة الصبح إن شاء الله. مو الصبح هلأ روح خبرها. يلا. إيه شو عليه؟ شو كله تمام؟ إيه والعرس امتى؟ اول ما توصل الله بييسرها. اسمع بدك تجي على العرس وتحضرها؟ اي ما بدي حكي ولو تسلم. حسن شوفي يلا رايحين. لوين رايحين هلا؟ لك قوم يلا يلا. عيد يلا. عيد لك وين رايحين؟ ما بدها حكي عمي حسين. تعطيني جواهر انت بترتاح وبتريحني. شغلة بسيطة. خير يا آغا منلاقي طريقة ان شاء الله. تذكرت. شوف هذا البيك اب رح بدل لك اياه بواحد جديد، بس جواهر تصير عندي ما رح يلتقى مين يصلح لك اياه. حسن ايه عمر اتصل، أخوك بالدم.
ايه عيد شو قال عمر؟ كل خير، جاي بكره او بعده. عم تمزح؟ ما عم بمزح، وقال خبر المحبين. ايه عال عال، قال شي تاني؟ اول ما يوصل رح يساوي العرس. شو قال؟ ما سمعت. رح يعمل العرس اول ما بيوصل. ايه ايه سمعتك، ان شاء الله على خير يا رب. لك بس ولا اضرب منك له، روح عيد غير ارنب. لا طول بالك يا عمي، شو صار لا تعصب هيك؟ يلا لك عم تدرج. قلت لك انه عمر صار ابواب الضيعه. شي بهوي؟ شو يعني وصل ابواب الاسيتانا؟ يا بعدي. وصل عمر يا أفندي، وهي راحت عليك السيارة. ايه تحني. يلا بابا يلا يلا، اتفضل.
على سنة الله وعلى سنة رسوله. جاي اطلب ايد بنتك يا عمي. عمر كمان الله يبارك يا عمري. الله يسعدك إن شاء الله. وسهلا بلا ما أهل. والله يا زهرة أهلين ابني. أهلين فيكي. دخيل الله يا عمري انتي. يا بنتي يا حلوة يا قمر يا قمر. فكرتكم ما رح تجوا، بسطتوني كتير والله بهالجية. شو هالحكي يا بنتي؟ بيصير هالحكي؟ جواهر اليوم عرسها وبدك يا أنا ما نجي؟ أهلين عمو ماجد. انت بدنا نشوف العريس كمان شوي وجايين ياخدوا العروس. تفضلوا ارتاحوا عنا أختي. يلا فايتي. تفضلوا تفضلوا. وقفوا. رجب هو ضيف الشرف بعرسي. هذا ابن دورتي. ها اهلا وسهلا اخي. تسلم. شرفت. شكرا. رايحين لنجيب العروس. يلا لكان. دقوا شباب. عمر أخذ جواهر وأخي بلال هستان. شو مشاننا نحن يا عين؟ لو ما بستحي كنت رحت رقصت بالعرس. الله تطلع بوشنا يا عائشة. إلا شوي كان جوزنا هو العريس. قال شو كتاب محكمي؟ قال
لو ما إجا عمر كنا عم نمدلها تخته ونبكي. يا ربي لا تعيدها لهديك الأيام. ستي مهم الله ما نول وياها ولا حتى طالة. وجواهر صارت هلا أبعد من السماء. شو عم تكربتي أنت وياها وليش؟ ولا شي ولا شي عم نحكي. حسابكم بعدين يا شوالات التبن. قومي احركي جيبي لي عرق.